Our uh, session, the first session this morning, would be best practices in career counseling. So our speaker of this session is going to be Heba Ali Ahmed Aish. She's a career consultant from Howler Secondary Girls' School, and the topic she would be presenting to us is best practices in career counseling. So may I welcome Ms. Heba to please come on stage. السلام عليكم معكم اختصاصية الارشاد المهني استاذ هبه عيش مدرسة خاوله الثانويه طبعا يشرفني ان نوقف امامكم ونقدم ابرز الممارسات في مجال الارشاد المهني معظم البرامج طبعا بتكون خاصه بمدرسة خاوله الثانويه للبنات وتصب في مجال الارشاد المهني للطلبه طبعا بدايه لابد من التعريف بمكتب الارشاد الاكاديمي والتوجيه المهني طبعا هاي النوع من المكاتب موجودة في المرحلة الثانوية اللي طلبت المدارس الثانوية مكتب الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني قدم التوازن حق الطالب ما بين متابعة التحصيل وتقديم المعلومات في مجال الإرشاد الجامعي ما هي أهداف المكتب توفير كوادر وطنية مؤهلة ومدربة العمل في مجال الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني بناء شخصية متكاملة حق الطالب تعزيز وتقويات دور ولي الامر في دعم منظومه الارشاد الاكاديمي والتوجيه المهني والاستثمار الامثل للطاقه الابداعيه للطالب ويهم أيضا مكتب الإرشاد إيجاد شركاء مجتمع المحلي جادين في تبني القضايا التي تدعم مكتب الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، والهدف الذي تم التركيز عليه في مكاتب الإرشاد هو خلق وعي مهني عال لدى الطلبة وتسكينهم في التخصصات الدراسية الملائمة لتوجهاتهم. وهنا ننتقل إلى اختصاص الإرشاد المهني طبعا هو العنصر الأساسي اللي يقدم الدعم للطالب في إثراء المعلومات في مجال المجال الجامعي والتوجه لسوق العمل طبعا شعور مكتب الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني هو الإرشاد الأكاديمي السليم والتوجيه المهني نبني إنسانا ونبني وطنا ننتقل الحين إلى أبرز ممارسات في مجال التوجيه المهني طبعا جميع هاي الممارسات مستقاه من الدليل الموحد لدى جميع مكاتب الارشاد الدليل الارشادي اللي احنا ناخذ منه الاهداف والخطه اللي يتم اتباعها خلال السنه الدراسيه من أبرز ممارساتنا هي مساعدة الطالب على فهم ذاته وقدراته ميول المهنية معرفة احتياجاته لاتخاذ قرار المهني عن طريق تطبيق اختبارات والمقاييس المقننة العلمية المعتمدة طبعا الشيء المتعارف عليه في مكاتب الأرشاد هو تطبيق مقياس الميول المهنية احنا ناخذ من مكتب الخليج العربي وهو عبارة عن مقياس إلكتروني 216 سؤال فلأنه متعارف ما راح يعني نعرضه اليوم راح نعرض الشيء المختلف طبعا مدرسة خولة الثانوية سابقة في تطبيق أنماط اللي هو التعلم والذكاءات المتعددة ساعدنا هالمقياس في تصنيف الطلبة حسب ذكاءاتهم وحسب ميولهم بحيث صار عندنا قاعدة بيانات توضح لنا الطالب شنو هي ذكاءه شنو هو نمط تعلمه وكيف يتم التعامل معه في داخل الصف المقياس صار بالتعاون مع كلية البحرين المعلمين وبموافقة وزارة التربية والتعليم مثل ما قلت صار عندنا قاعدة بيانات قدرنا إن إحنا نصنف الطلبة بحسب ذكاءاتهم صار في تعليم ذو جودة لأنك معلم أنا أقدر أعرف هذا الطالب شنو نوع ذكائه شلون نتعامل معه ما هو نمط تعلمه الممارسة الأخرى أيضا لدينا اللي هي تقديم البرامج الارشاديه كالمحاضرات والندوات واللقاءات التربويه وتقديم المعلومات والارشادات اللازمه للطلبه لرفع مستوى الوعي المهني لديهم. فالمشروع اللي احنا تبنيناه في مدرسه خوله هو معلمتي ملهمتي. وايد حلو ان احنا نستغل الكوادر الموجوده في داخل المدرسه فاستعنا بالمعلمات اللي عندنا موجودين. في المدرسة تقريبا فوق المئة معلم معناته عندي فوق مئة شهودة مئة مؤهل مئة جامعة فسوينا مع المعلمات وقفات بحيث ان احنا نعطيهم حصه دراسيه يشرحون المؤهل اللي هم حصلوا عليه بديت ان انا اعطي الطلبه معلومات عن تخصص جامعي، وايضا قدرنا ان احنا نعطيهم فرصه ان يشرحون عن جامعتهم، فاستفيد انا ايضا اعطيهم معلومات عن الجامعه اللي هم ينتسبون لها، طبعا هاي الشيء قلص الوقت الانتظار ان انا لما استعين بشخص من خارج المدرسه ويقدم لي موضوع يخص الجامعه او التخصص. المشروع الثاني ايضا عندي اللي هو نحو مستقبل جامعي، طبعا هاي المشروع الاساس. حاولوا ان انتم تسمعون حق طلبتكم بدايه توظيفي كان عندي باكج مهني وقاعد افرضه على الطلبه حصلنا شوي رفض ما يبون يسمعون لان هم يبون الشيء اللي هم يحبونه هم يدرسونه فبدايه السنه نطلق استطلاع يتم من خلاله حصر توجهات الطلبه سمعوا طلباتكم شنو يبون شنو يبون يدرسون حتى اللي بيروح سوق العمل ايضا حصروا وتقدرون ان انتم تكشفون عن هاي التوجهات فكذي العمليه راح تكون مفيده اكثر بحيث ان انا اقدم الشيء اللي الطالب يبي ويحرص انه هو يحصل معلومات عنه المشروع اللي بعده معنا نبدا رحله التغيير طبعاً المشروع هو عبارة عن حقيبة إرشادية تم تطبيق خلال حصص الإرشاد. طبعاً ما كان فقط حقيبة إرشادية مئة بالمئة. استعنا بمواضيع تعزز المشاريع الرياضية الموجودة في المدرسة. فتم عرض موضوعات تابعة حق مشروع قياديات بتنمية الشخصية القيادية. تم تطبيق ممارسات اللي هي لجنة السعادة وجودة الحياة أيضا في الحصص الإرشادية أطلقنا برنامج اسمه كن جزءا من الحل هو عبارة عن تدريب الطالب لإيجاد حل حق المشكلات وطبعا صرنا من أول مدارس اللي هي تناولت مشروع قياب القدوة وظهور الفاشينيستات وإلى آخره في وسائل التواصل الاجتماعي ايضا تداولنا موضوع اللي هو مشاهير التيك توك وتاثيرهم ايضا على الطلب السلبي ايضا تناولنا عده المشروعات او الموضوعات اللي هي حاليا موجوده في المجتمع ولها تاثير على الطالب في صقل شخصيته حرصنا ان يكون العرض كامل بشكل تربوي ويلامس الطالب ولا تاثير ايجابي بحيث انه يكون في تغيير ايجابي على الطالب ايضا لابد من نحن نركز على التدريب على سوق العمل وتهيئاتهم للخروج بعد التخرج في سوق العمل فتم تطبيق طبعا هاي المشروع المشهور بالمدارس اللي هو الجامعات المهنيه كل مجموعه من الطلبه لهم شغف معين في مهنه معينه راح يكونون في مجموعه واحده ويسوون انشطتهم داخل المدرسه جماعة الطب جماعة الهندسه جماعة القانون الى اخره بحيث ان انت تدعمين الشغف المهني موجود عندهم واثراهم بالمعلومات عن الجامعات طبعا الهدف من هاي المشروع اللي هو نشر الثقافات المهنيه بين الطلبه، تعويد الطلبه على تحمل المسؤوليه، تنميه الشخصيه القياديه لديهم، بث روح التعاون لأنه راح يشتغلون ضمن مجموعات فيصير بينهم تعاون، مساعده الطالب على اختيار مجال التخصص المناسب لميوله وقدراته. طبعا المشروع مثل ما قلنا موجود في جميع المدارس لكن مدرسه خوله الثانويه صار في تطوير لها المشروع فقفزنا الى مشروع ملهمون مشروع ملهمون ما زال عندي التطبيق في مدرسة خولة بحيث ان احنا خلينا معانا شركاء من برا المدرسة اصحاب المهن يكون لهم اشراف مباشر على الطلبة وهم قاعدين يطبقون مشروع الجماعات المهنية خذينا خطوة اكبر بحيث ان احنا استعنا باصحاب المهن يعني جماعة الهندسة راح يكون مشرف عليهم مهندس جماعة الطب مشرف عليهم طبيب فعلي في داخل المدرسة واستمرنا في تدريب لعدادهم لسوق العمل وطبقنا برنامج ساعة في مهنتي بهاي البرنامج استفدت أنا من الكوادر الإدارية أكثر الموجودة في المدرسة يعني استفدت من مديرة المدرسة أنها تنقل لهم مهارات قيادية استفدت مثلا من مكتب الماليه يعطونهم شلون يدورون الاشياء الماليه داخل المدرسه استفادنا في القياديات حق اللجان رئيسات اللجان ايضا ينمون عندهم مهارات القياديه لدى الطالب طبعا خططنا معاهم حصه دراسيه واحده ويقدرون يستقون كل هاي المهارات خلال هاي الحصه وطبعا ما ننسى اللي هو الشريك الفاعل اللي معنا دائما اللي هو ولي الامر، ايضا أعطيناه مجال ومساحه للمشاركه في برنامج اللي هو او مشروع شاركني مهنتي. شاركني مهنتي استعنا بمجلس الاباء الموجود في المدرسه، طبعا مجلس الاباء عباره عن مجموعه من المهن موجوده عندي داخل المدرسه، عطيناهم ايضا المساحه انهم يبتدون يتكلمون عن مهنهم ويستعرضونها خلال حصه دراسيه. حلو انه مثلا الطالبه تشوف امها وابوها اتي قاعده تتكلم عن مشروعها وعملها، المهن صراحه اختلفت صار عندي من مشروعات حره صغيره الى مثلا عندي طبيبات ومثلا محامين ومهندسين الى اخره. والمتابعة أيضا تكون حثيثة حق الطلبة الخريجين طبعا جميع المكاتب في المرحلة الثانوية تتابع الطلبة الخريجين بعد التخرج تمت الاستفادة منهم في مشروع مسيرتي بعد التخرج مشروع مسيرتي بعد التخرج نستضيف الطالبة الخريجة وتبتدي تتكلم عن مسيرتها بعد التخرج الطالب الخريج عبارة عن هو المنتج حق المدرسة اللي هو داخل فيها فلما أستعين فيه كأني أنا أجيب المرحلة اللي طاف فيها الطالب الخريج بالكامل وأستعرضها قدام الطالب طبعا من خلال النتائج كلها او البرامج هاي كلها اللي تم تطبيقها صار عندنا نتائج ايجابيه على المدرسه وعلى الطلاب فصار عندنا انخفاض في نسبه تغيير التخصص طبعا يمكن هاي المشكله اللي تواجه جميع المكاتب انه وايد في طلبه في المرحله الثانويه الاولى في اول ثانوي ما يكون عندهم ثبات في اختيار التخصص فلما قدمنا لهم هالحزمه من البرامج صار في انخفاض في التغيير وصار في تسكين في التخصصات زيادة نسبة المشاركة المجتمعية بديت أحصل لي شركاء من داخل المجتمع أو لي أمور أصحاب مهن فبدأت زيادة في المشاركة المجتمعية داخل المدرسة إيجاد شركاء محليين متميزين لإثراء حصية المعرفية لدى الطالب طبعاً في النهاية اللي راح يكتسب عندي المهارة هو الطالب نفسه راح يكون عنده إثراء في الجانب المعرفي الجامعات والمهن وايضا صار في مواءمه لبرامج الارشاد مع احتياجات الطلبه مثل ما قلت سابقا لازم تدرسون طلبتكم شنو يبون لا تفرضون عليهم الحزمه اللي عندكم اكتشفوا شنو التخصصات اللي هم يسعون لها وقدموا لها البرامج الملائمه صار في تحسين جوده المخرجات التعليميه من خلال تحفيز الطالب إن هو يعني لازم نعزز عنده الوعي انه هو لازم يكمل الدراسه او حتى يلتحق بسوق العمل من بعد التخرج معظم الخريجين صاروا يتوجهون الى استكمال الدراسات العليا طبعا هاي من خلال التتبع المكاتب اللي هي تسوي من سنه الى اخرى وفي النهايه اشكر حسن استماعكم واي سؤال اي استفسار شكرا جزيلا على حسن الأنصار <applause>